يعني مع بداية العودة للمدارس والتنمر الذي انتشر بكثرة مع الأسف بين الأطفال وفي المدارس، مع فقرة الإبداع المنزلي اليوم أصدقائنا لن يخطر بالكم أبدا يمكن الموضوع اللي بنحكي عنه، ولكن كوكيز المحبة. رح نتعرف كيف ممكن نصنع كوكيز المحبة وقديش بيساعد بالفعل من التخلص من التنمر اللي ممكن يتواجد بالمدارس، وطبعا مع اختصاصية الإبداع المنزلي يعني عبير صالح. يسعد صباحك. صباحك إن شاء الله يا رب، وصباح كل المشاهدين. ومثل ما قلتي، مع بداية المدارس لازم يكون في حدا أوعى من المشاكل، أكبر شوي منا ويشوف شوي للمستقبل، صح. لحتى ما نضل عم نشتغل على الحاضر. نحن هدول الأولاد يلي هلأ عم يتنمر عليهم أو المتنمرين، هن الاثنين أطفال، يعني بغض النظر عن شو هي خلفيتهم هن أطفال، وهن يفترض يعني بالأساس ما لازم يكونوا داخلين بالمشاكل اللي نحن فيها الكبار. بس للأسف للأسف نحن عم نشوف هذا الموضوع بكثير بالمدارس، وخصوصي بهي الفترة. الفترة الماضية كان موجه لفئة معينة من العرب، هلأ تقريبا شمل كل العرب، يعني ما فئة معينة. مشان هيك حبيت نعمل مبادرة. هي المبادرة إنه ما نكون نحن بموقع الضعف، لانه انا ما بحب نربي اولادنا اصلا على الضعف، يعني ما بحبهم هن يتربوا على اساس انه هن مستضعفين بالارض وانه هن ضعاف وانه ما عندهم بايدهم حيله. لا، نحن نربيهم على اساس هن عم ياخذوا المبادره لقدام، هن عم ياخذوا يقودوا للمستقبل بطريقه انه هن عارفين وين بدهم يمشوا. والطرف حلو. الآخر طبعاً عم نشتغل مع الطرف الآخر يلي هنن الأتراك، الناس يلي عم واعيين منهم وحابين كمان أولادهم يطلعوا من هاي الدائرة. هاي المبادرة عم نشتغل عليها بأكثر من بلد، عربي وأوروبي. حلو. لحتى نحن نوسع ونقول لهم نخلي الأولاد بعاد عن هاي المشاكل، لأنه إذا نحن ضلينا عم مستمرين بهذا الطريقة معناتها أنتوا تخيلوا بعد 15 سنة هنن هذا الجيل الصغير كبروا، حتكون أحقاد متراكمة، حتكون أحقاد، ومعناتها نحن ما عاد نخلص من دائرة العنف. يعني ما عاد، يعني معناتها الدائرة حتتولد صحيح. كل مرة معناتها نحن خلاص، يعني دائما حيكون في عنف، ودائما حيكون في تطرف، ودائما حيكون في طائفية وعنصرية بالتعامل، لأنه هن نتربوا الاثنين على هذا المبدا. جميل. يعني اليوم على فكره كان في عندنا فقره حول موضوع كيف نختلف، موضوع اداب الاختلاف واداب الخلاف، فكانت من الاداب المهمه اللي حكينا عنها مساله انه نبحث عن القواسم المشتركه بيننا وبين الاخر لحتى نطلع من الامور اللي احنا بنختلف فيها. يمكن اكثر قاسم مشترك بيننا وبين الاخرين حب الطعام، حب الاكل. هذا شيء معروف انه الطعام يجمع الناس، تمام. والكوكيز هي من الاطعمه في نهايه الموضوع. هلا نحن بس خلينا ننوه شغله بسيطه، انه نحن صح كوكيز، بس انت بتعرفي انه في اطفال، يعني هي كمان رساله لكل الامهات يلي حيعملوا هي المبادره. معنا الكوكيز هو اكل محبب لكل الاولاد، بس صحيح. ممكن في بعض الاولاد عندهم حساسيه لاي نوع من مكونات الكوكيز، حساسيه القمح مثلا او الحليب او السكر. يعني هي الشغلات خلينا نحن نكون واعيين وما نسبب بمشكله صحيه صحيح. لاي طفل، انه اي ام بدها تعمل هي المبادره مع ابنها تكون هي متناقشه مع الانسه، لانه الانسه بيكون عندها جميع الامراض وجميع الحساسيات، ويكون لهذا الولد يلي عنده هي المشكله في شيء ثاني مقابل مسمح له، يعني مسمح له يتاخذ. هلا الكوكيز هو شغله يعني ممكن بمرات تانية انه نجيب وصفته وعلمكم كيف الطريقه، بس هو كوكيز بغض النظر اذا هي عملته بالبيت او جابته جاهز او حتى استعادت عنه بسكاكر بشوكولا باي شيء. بس انا حبيت الكوكيز وحبيت فكره، اذا انتم ملاحظين الكل هون حاططهم ارضيه بيضاء، الكل، لانه نحن اللي عم نوجه لهم هن اطفال وهن بالاساس هن قلبهم ابيض، يعني هن ما عندهم اي شيء من العنصريه والطائفيه اذا بينتركوا لحالهم. انا قصدت انه ينحط كلهم ابيض الكوكيز لانك موجه له اياها. حلو. وهي الشغلات ممكن هن حتى الاولاد يشرحوها للطفل الاخر، انه هذا الابيض بيدل على قلبنا، وهدول الاختلافات الزهر والازرق اختلافاتنا بنت وصبي، ما باقي الاختلافات انا ما بيهمني. انت شو كيف بتفكر ومن وين انت وليش انت عندي هون وليش انا وياك متواجدين ونحن مختلفين، حتى اذا كنا مختلفين بالالوان، هذه الاشياء الكثيره انا ما بيهمني. حلو. لانه نحن بنبلش بهذا الشيء الاساسي اللي نحن متفقين انه هن كلهم قلبهم ابيض. حبيت كثير الفكره. هلا الشغله الثانيه انه نحن حناخذ كرتون
اي نوع. انا جبته ملون طبعا لانه انا بحب الالوان وله دبل فيس ملونين، بس هي اي لون ما بنختلف عليه. البعد من هون لهون 23 سنتي، والعرض هو 9 سنتي، وحناخذ من فوق 3 سنتي، بعدين 7 2 2 7 2 تمام. وهي الدائرة بتتذكروا بمرة أنا جبت الآلة اللي بتعمل دوائر. أشكال ودوائر. هي كمان سقطت. إذا هي ما عندها إياها ست البيت ممكن تعمل مربع، ممكن تعمل أي شيء أو دائرة ترسمها وتقص عليها مدارة. هي يعني ما تاخده، وممكن ما تعملها إذا بدها، بس أنا حبيتها لحتى يبان الكوكيز منها. هلأ نحن حنشتغل على أنه وهي الآلة بتتذكروها أنه هي بتساعدني بتني الورق. حنتني بس هلأ حبشرح وين لحتى يساعدني على عمل القاعدة. القاعدة لا هلا هي لقت صعبة هذا الشيء تعمله، ممكن تلاقيه بكيس ملون تحطه ما في مشكلة. هي الفكرة بس انه نحن نعمل هي المبادرة ونقرب وجهات النظر بين الأولاد، ويكون كلامنا مع أولادنا لما يجوا يشتكونا انه انت حتلاقي ناس مختلفين عنك، مو ما حتلاقي، وحتلاقي في ناس ما كتير بيتقبلوك دغري من الأول، بس هذا لا يعني انك انت يأثر على نفسيتك او انت ترد بنفس الطريقة. هلا حاليا بدأتوا بالمبادرة؟ حاليا عم نجهز لها، وهي يعني شوف سبحان الله لحتى تتثاقب الأمور، هي الهاشتاك اللي حيمشي هو نختلف ولكن. يعني هلا مثل ما قلتي انه الاختلاف انه نحن عم نختلف، بس يمكن الانسانيه كلياتها بتجمعنا. صحيح. والاختلافات بتبني ثقافات ما بتهدم ثقافات، يعني نحن ما ناخذ الاختلاف بيناتنا نهدم بعض، اما خلينا الاختلاف بيناتنا نمشي لقدام خطوه بالثقافه. هذا كيس شفاف هو بينوجد بالمحلات تبع توزيع الحلويات. نعم. اذا ما عندها الكيس الشفاف العادي اللي عندها ممكن تقصه وتحرقه بطرف شمعه مشان ينعمل عندها، لانه الكياس تبع الطعام تبع الاولاد شوي كبيره، يعني كمان هذا حنلاقي حل. واي كوكيز حناخذها ورح يشاركوا الاطفال طبعا. هلا هن حيشاركوا، انه انا بنتي كثير تشجعت للعمل، ويعني زينه وعمر كبير، وفي اولاد صغار حتى بعمر الروضات وعمر الصف الاول حيشاركوا كمان معنا. هن حيشتغلوا، وقلت لها انه بتجيبي لنا قائمه باسماء كل الصف تبعك والمسموح ياكلوا الكوكيز، وحنحط اسماء الولد هون بس حرف واحد من اسمه كمان لحتى ما نورجي انك انت حتى بالاسم بدك تكون مختلف لحتى تختلف معي بكثير اشياء. انه خلينا دائما عم نشتغل على الاشياء اللي نتفق عليها. هذا الكيس البلاستيك حناخده وخرزه بسيطه، وحنحط محل ما انا ساويتها، حنحاول نلزقها. هلا ما حنلزقها او نخرزها بالبلاستيك، جايبه شيء اسمه لزق دبل فيس بيلزق لي على الطرفين، وهي كثير بيساعد الامهات اذا كان في عندها انجازات لاولادها بالبيت تلزق لهم اياها على البراد او اي شيء بدون ما ياثر الديكور العام. حنحطه ونطلع اذا شفتي حيكون هيك، وحنلزق عليه كوكيز. فكرة كتير لطيفة انه يبين الشكل، يبين الشكل يلي انت عملتي. صحيح. وهي يعني تقريبا انتهت معنا بهي الطريقة. كمان حنحط اللزق طريقة تانية. هي الفكرة وين؟ انه بس نحن نعمل مبادرات. هلا في بعض الامهات بيقولوا لنا انه ما عندهم هن امكانية يعملوا الكوكيز، ممكن يجيبوا باقات ورد صغيره ويعملوها على شكل كرت ويساووها، يعني اي شيء خلي الاولاد الثانيين يلي بالصف يخف الوطأ تبع انه في ولد مختلف معي بالصف، وانا هذا الولد عم بسمع كثير من عليه بالبيت على مجتمعه كامل، معناتها انا اوريدي لازم اكرهه.
يعني بدون ما اعرف انه انا هو ولد ما له ذنب، انه انا ممكن العب انا وياه، يكون في اشياء كثير مشتركه بيننا. لا وحلو، انا حبيت كثير فكره توظيف الالوان، يعني بعتقد لو اي ام مثلا ما عندها وقت او قدره انه تعمل الكوكيز بهي الطريقه، المهم انه تجيب اي اشياء ملونه بحيث انه تدل على الاختلاف وتفهم الطفل انه الاختلاف والالوان المختلفه هي شيء يعني طبيعي في الحياه وهو اساس في الحياه، وبناء على هيك ممكن يوزع هاي الاشياء بالصف. انا كثير حبيت الفكره صراحه. تسلم يا رب. فهي فكرتنا اليوم هي بسيطه بالتنفيذ بس كبيره بالمعنى، ويا ريت هلا بس نطلق الهاشتاج كل الامهات يعني موجودين عم يسمعونا بكل الانحاء العالم. انت رح تطلق الهاشتاج تقريبا يعني بخلال هدول الاسبوع او العشر ايام بالكثير، عم يتحضر له، عم ينعمل له لوجو، عم ينعمل له كثير اشياء لحتى يكون على مستوى العالم انه خلي اولادنا بعاد عن اختلافاتنا وعن العنف تبعنا، وخلينا نصنع المستقبل بطريقه مختلفه، ما نروح على المستقبل ونحن صانعينه بالعنف. لانه يعني لازم يكون في حدا واعي، والامهات والاهالي، انه بالاخير مو بس اولادنا عم ينأذوا، يعني نحن لما اولادنا هن عم يكونوا متلقين هذا الشيء، مو بس هن، لانه انت لما بتربي ابنك انه يكره شخص هو حيوصل لمرحله حتى يكره العالم يلي حواليه، يعني انت بس تربي الولد وتشتغل على الفيزيولوجيه تبعه انك انت تدخل شيء ما من ضمنه هو، ما من ضمن معتقداته، انت خربته. صحيح. يعني اخيرا متشكره كثير لوجودك معنا ولهي الفكره اللطيفه والمبادره الاجمل صراحه، ونتمنى لكم التوفيق صراحه. الله يسلمك. شكرا لك. صار وقت نذوق الكوكيز لازم. شكرا لك. الله يسلمك.